شامخة في العقول شموخ بانيها، تقبل المطالب وكثرة الأيادي تلبيها، سلسبيل بالأقصر توافد بالحب زائريها، طيب اللقاء في أهاليها ويد الرحمن تحميها. ومن أمام ساحة آلاء الطيب بالأقصر تلك التي أنجبت علما قامة وقيمة كبرى، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، من هذا المكان نرحب بكم في حوار جديد حول هذا المكان حكاية وتاريخ. علشان جمالك هو أصل الحكاية، الحكاية فيها شرونات، شرونات مملكة من الجمال والأناقة، شرونات قمة الذوق الرفيع، شرونات أحدث خطوط الموضة، شرونات كل التفاصيل في جمال التفصيل، شرونات بهجة وتوهج في الألوانات، شرونات حريمي رجالي أطفال، شرونات صيحة عالمية في عالم الملابس الجاهزة، شرونات آخر صيحات الموضة في عالم الجينز، شرونات كل المقاسات لكل الأعمار، شرونات لينا مود أناقة في الموديلات شياكة في الألوانات، شرونات صيحة لعام 2020، شرونات جملة وقطاعي، شرونات من المصنع للمستهلك مباشرة من غير وسيط، شرونات كل الجاذبية والثقة للهدوم، شرونات كل الجاذبية والثقة للهوموير، شرونات القمة وراء التاريخ. أعزائي المشاهدين، نعاودكم اللقاء ومن ساحة آل الطيب بالقرنة محافظة الأقصر، حيث تسالف العمل الخدمي والخيري والإنساني، هنا يجنحون للسلم لينهون الضغينة تارة وتحقن الدماء تارة أخرى. النهاردة هيكون لنا لقاء مع عالم جليل وأستاذ فاضل، ملجأ لكل محتاج ويد تمتد بالعون لكل طالب. معنا ومعكم فضيلة الشيخ محمد الطيب الحساني. دعونا نرحب بفضيلته النهاردة قبل ما نبدأ حوارنا. في البداية أهلا بحضرتك معنا النهاردة، وقبل أي شيء عاوزين نعرف السادة المشاهدين من هو العالم الجليل والأستاذ الفاضل فضيلة الشيخ محمد الطيب الحساني. بارك الله فيك، لكن لي بعض تحفظات على الأوصاف اللي وصفتين إياها. أنا رجل خريج الأزهر، مواليد سنة 1940. نعم. وكنت طالبا في معهد قنا الديني، ثم حصلت على الثانوية وذهبت إلى كلية أصول الدين جامعة الأزهر. نعم. ثم بعد ذلك حصلت على دبلوم تربية وعلم نفس من كلية التربية جامعة عين شمس. نعم. وعينت وأنا طالب فيها مدرسا في بير العبد سنة 67. نعم. وبعد ذلك لما حصل الاعتداء أن كانوا يعطوني مرتب وأنا طالب في كلية التربية، رجعنا إلى هنا في الأقصر وعملت مدرسا في مدارس الأقصر، ثم حصلت على دراسات تربوية ودينية سنتين تعادل دبلوم من دار العلوم جامعة القاهرة. نعم. ثم حصلت على دبلوم على ماجستير في التصوف الإسلامي من جامعة الأزهر، ثم حصلت بعد ذلك على دبلوم إنجليزي من معهد لغات جامعة قطر. ما شاء الله. نعم. وعملت مدرسا في الابتدائي، عملت مدرسا في المرحلة الإعدادية، ثم مدرسا في المرحلة الثانوية، ثم أعرت إلى قطر، ثم رجعت مدرسا في المرحلة الثانوية. نعم. ثم وكيلا للمدرسة الفندقية بالأقصر. نعم. ثم اشتغلت بالتوجيه إلى أن وصلت الموجه عام لغة عربية. فضيلة مولانا، ممكن تكلمني فضيلتكم، تحدثنا عن ساحة آل الطيب حكاية وتاريخ. الشيخ أحمد الطيب وهو كبير لعائلة الطيب ولد في المراجدة. نعم. في دشنة. تمام. ثم
ذهب إلى الأزهر أياما كان الأزهر يجلسون تحت العواميد ويدرسون العلم. نعم. ثم مكث حوالي 16 سنة. نعم. ثم رجع إلى أهله هنا والتقى ببعض الأقارب وتزوج ابنتهم. أنجب والدي الشيخ محمد أحمد، الشيخ محمد أحمد الطيب والشيخ محمود أحمد الطيب. وكان والدي درس في الأزهر ومكث حوالي 15 سنة، ثم جاء هنا وكمل رسالة جدي في هداية الناس، ولم يكن موظفا كما طلب والده بذلك، وكان يزرع في البلدة هناك يعني مساحات كويسة ومكث بها. خلف والدي 3 أولاد و6 بنات. الأولاد أكبرهم العبد لله، نعم، ثم فضيلة الإمام، ثم أخ مات. نعم. ولد جدي سنة 1855. نعم. وعاش 100 سنة. نعم. أكملها هنا. تمام. كانت هناك ساحة. تمام. ولكن هذه الساحة كان يعني الهدف منها إرشاد الناس. نعم. إلى دين الله أولا، ثم إلى نبذ القبلية التي كانت موجودة في بلادنا هنا، ووجدها هي سبب التأخر بين الناس، فابتدأ يحارب هذا بأن كان يعطي هذا من القبيلة دي أوراد وهذا من قبيلة أخرى أوراد، وكانوا يجتمعوا القبائل اللي هم الدرويش ما نسميهم درويش. نعم. فكانوا كلهم زي رسل. نعم. لمحو القبلية بين أهلهم. تمام. وزويهم. يعني أفهم من فضيلتك أنه يعني كما نوضح للسادة المشاهدين حكاية وتاريخ. أيوة. بدأت الساحة من عصر جدكم جدي. أيوة طبعا. نعم. من عصر جدي. نعم. ثم والدي أكمل هذا. نعم. وأحنا نشأنا في هذا الجو. الساحة كانت قديمة، وعندما كانت في منطقة الآثار. نعم. وعندما هجرنا أنشأنا ساحة جديدة. نعم. هذه التي نحن فيها اللي هي حاليا دكتي يطلق عليها في القرنة. ساحة ما كلها القرنة هي كلها القرنة. كلها القرنة. نعم. أما الساحة الجديدة فهي أنشأت من 20 سنة. نعم. الساحات عامة يغلب عليها ناحية التصوف والدروشة والكلام ده. نعم. أما ساحتنا احنا هنا يغلب عليها فك مصالح الناس وفك المشاكل وإزالة الخلافات. نعم. يعني تقول انها تقوم كمحكمة كشرطة قضاء حوائج الناس. قضاء حوائج الناس. نعم. احنا هنا بنعيش في مجتمع مسلم ومسيحي. نعم. وأجنبي. نعم. وعندنا برضو يعني الأجانب بيعيشوا معنا هنا. نعم. ولهم مشاكل. فهذه المشاكل الساحة تقوم بفك هذه المشاكل وإعطاء الأجانب حقهم. نعم. وأذكر أني أحد الأجانب الأجنبية وزوجها. نعم. كانوا عملوا مشروع مع أحد الناس هنا وكلف حوالي 3 مليون. الأخ اللي هنا كان شريك معهم بعد أن اشتغل المشروع. نعم. قال لهم ما لكمش حاجة. فالناس قاعدوا يعني يبحثوا مين، راحوا الشرطة وراحوا كذا، المهم بعتوهم لنحن هنا. فجبنا الشخص وقعدنا معاه. نعم. وما بيكذبوش هنا لما بيجوا. فقالوا فعلا احنا عملنا شركة. طيب عاوزين المشروع ده بتاع الراجل، انتوا قمتوا بالمباني بس كعمال كأجير ككذا. قال لا انا شريك.
طيب عاوزين نفضي الشركة دي. فقال لي أنا بكرة أجيب لك 1.5 مليون. فجاب لي 1.5 مليون وشنطة، كان بالليل زي كده. وبعدين اديتهم الشنطة وقلت لهم حد فلوس. ما رضيش ياخد 1.5 مليون. قال لي وديها لي البنك، أنا خايف من اللصوص. هو عكيس يظن إن الفلوس مزيفة. فهو خاف من هذا. نعم. يا عم اللصوص أنا هوصلك لغاية الفندق. قال لا أبدا. نعم. وأصر. ونزلت وديتها له في البنك برضو واستلمها في البنك هناك. وبعد شهرين جاني قال لي أنا مش عارف أجاملك بإيه. وأصدقاء لغاية دلوقتي بيجوا عندي هنا. وبالفعل مولانا دي واحدة. واحدة تانية أحد الأخوة المسيحيين. نعم. كان برضو شركة هم مش عاوز أقول اسمها. تمام. هذه الشركة كان ليها واحد هنا ممثل يأخذ يعني يدير الشركة. نعم. فالفلوس الكثيرة بتغري. نعم صحيح. أغرت أحد الناس هنا وخد فلوسهم وعمل بيها شركة لنفسه. فطبعا الناس جو راحوا لأحد الإخوة الشعبيين قال لهم أنا يعني المبلغ كان كبير حوالي 700,000 دولار. أوه. قال لهم يعني ساومهم. ف هم قالوا احنا نعرف الامام او شيخ الشيخ. نعم. كان مفتي ايامها او حاجه كده. نعم. فراحوا له هناك قال لهم انا الحته دي ما نعرفش فيها، لي اخ في البلد يعرف الحاجه دي. نعم. طيبين رغم ان يعني مشهورين هنا فراعنه وبلد الفراعنه، لكن فيهم اخلاقيه ما يكذبوش. نعم. ولو قال لك خدت ولا خدت الله. فقال انا خدت الفلوس دي. طيب فلوس الراجل قال لي عملت بها شركة. طيب اديه الشركة تنزل له عنها. قال لا. طيب اديه النص. قال لي لا. طيب انا فلوس الراجل راحت فين؟ شديتها لي. قال لي طيب انا حقصت لك المبلغ ده على 3 شيكات. ماشي. شهر 1، شهر 3، شهر 6. كان صادقا في السداد في الوعد. والأخوة المسيحيين هنا كانوا معاي، قلت لهم روحوا وخذوا الشيكات. ولما جاء جددنا الشيكات تاني خصما المبلغ اللي خذوه الأول. نعم. والناس اتبسطوا، بصوا هنا شافوا لي جمعية هنا للغلابة. نعم. فهم حبوا يعني قالوا احنا شايفين الجمعية عاوزين ندفع حاجة للجمعية. قلت لهم دي رشوة مقنعة. صحيح. جمعية كويسة وفيها رجالة وفيها ناسها كويسين جدا. نعم. المهم حاولوا، قلت لهم والله لا يمكن. راحوا اصطلحوا مع بعض، يا جماعة السياحة دول بيصطلحوا على طول زي العيال الصغيرين. نعم. تقابلوا فين؟ في اسبانيا. فالاخوان المسيحيين قالوا المسلم ده قريبنا بلدياتنا ده. قال والله يا اخي انا بعد ما خلصنا جاني واحد اللي وداني للشيخ. نعم. وقال والله انا عاوز منك 17,000. قال لا للشيخ ولا لي؟ قال لا لي انا. قال لي طيب انت ما خلصتش حاجه. قال لي انا اللي وديتك وعاوز 3 تلفونات لعيال الشيخ. طبعا الراجل قال الراجل ما رضيش ياخذ حاجه حتى للجمعيه. قال لا لا انا ما خدتش حاجه عارف، بس التلفونات دي لعياله وانا هاخد ده شغل. المهم خد مني. فلما حكوا لي كلمته اخينا اللي هو خد فلوس. بقول تاخذ فلوس ليه من الناس؟ قال لي والله ده شغل يا مولانا، وانا احنا الناس يعني في السياحه شغلنا كده. طيب والتلفونات انت شفت؟ قال لي لا ما قلتش على التلفونات. سمت؟ قال والله ما قلت على التلفونات. المهم يعني عدى الموضوع ده. نعم. والناس خدوا فلوسهم بالكامل. بالكامل. نعم. بالكامل. نعم. وقال والله احنا يعني ما كنا نتوقع ان 700,000 دولار بدون ايصال ولا ورقه يرجعوا تاني. نعم صحيح. وقلنا لها والله دي احنا اخلاقياتنا كده ونظامنا كده. ناهيك عن الاولاد اللي بتزوجوا، ودي في السؤال برضو. نعم. من اجنبيات. تمام. احيانا بيحصل خلاف. صحيح. بيجوا هنا. تمام.
وبنخلصه. وحتى لما كنا في الساحة القديمة، نعم، احنا بيننا وبين حتشبسوت حوالي 500 متر، فهي يافطة كانت بين عليها في الشارع دار وش الساحة كذا، حتشبسوت بعد 500 متر يحسبوا الجامع والساحة حتشبسوت، فيدخلوا على طول على نتلقفهم احنا ونقعدوا معاهم ونحكوا معاهم، ونشرط بيننا وبينهم صداقات. نعم، صداقات كويسة احنا، وكان نعم الناس كويسين دائما. هنا يطلق على ساحة آل الطيب محكمة الفقراء مار وملتقى الأحبة، هذا ما تواتر إلينا من ما سمعناه من الآخرين. هم والله صدقوا إن الفقراء مكانهم هنا. نعم، ده محكمة. احنا شغلتنا نمسح فيها حوائجنا مولانا، نمسح دمعة الباكي. نعم، ونحضن المهضوم الحق. نعم، ونقف معاه. هذا نسميه قبر الخواطر طبعا. نعم، ودي خدناها من الدين بتاعنا. نعم، أمرت بجبر الخواطر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما طردوه من مكة وقف على جبالها ونظر إلى مكة وبكى وقال والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، فكما أخرجتني من أحب البلاد إلي أسكني أحب البلاد إليك. فنزل القرآن إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم وكان مع الصحابة وحكى لهم إن فتح مكة قريب، ثم سنذهب في يوم كذا لفتح مكة، ولكن اكتموا أمركم. نعم، ففي أحد الصحابة كده كتب رسالة لناسه في مكة. نعم، قال لهم إن محمد جايكم فاتحا لمكة يوم كذا، فأخبر سيدنا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أن فلان هناك رسالة في عقصة واحدة. نعم، فذهب من منكم، سألنا الرسول قال من منكم صلى الله عليه وسلم من منكم يأتيني برسالة في عقصة امرأة وصفها كذا وكذا، فذهب الإمام علي وجاء بالرسالة منها وقرأها في المسجد، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في شفقة إلى هذا الرجل، قال له ما الذي دفعك إلى هذا يا فلان؟ قال والله يا رسول الله ما القلة في ديني ولا نقص في إيماني، ولكنك أنت تعلم أهلي في مكة ليسوا على شيء، دقداق يعني زي ما نقول، فأردت أن يكون لهم شيء. فسلى عمر سيفه وقال اتركني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا والله لربما يكون من الذين قال الله فيهم لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. نعم، ثم نظر النبي إلى أصحابه وقال أقيلوا ذو المروءات عثراتهم، فوالله إن أحدكم ليعثر ويده في درهم. نعم، أخلاقيات. نعم، فوتوا يا أخي مسك السيف على صدره على طول فوتوا. فديننا دين زوج ودين رحمة ومجاملة زي ما بدور، وإحنا هنا بنجامل الناس. نعم، وبعدين بيجوا في أوقات أنا يعني أنا قارئ أولا. نعم، وتجيني الأحاديث في وقت الأزمات دي، يعني في البرد الشديد وهوا مش عارفين تجي لك ست وعاوزة تشكي، وأنا أكون متكلفت واخد راحتي، طيب أقول لها لا، يجيني الأحاديث اللي عارفها أقوم أرمي الغلطة. في أحاديث بتخوفنا وكل واحد يملك أمر الناس. قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يشيح الله بوجهه يوم القيامة عن بعض خلقه، فيقول العبد لما يا رب؟ فيقول يا فلان وجهت إليك فلان وفلان من خلقي دون غيرك. نعم،
فلما أشحت بوجهك عنهم؟ نعم. فاليوم أنا أشيح بوجهي عنك. أنا أعمل مقايسة كمبير زي ما بيقول الأجانب، مقايسة بين عاوز أنام وعاوز أريح وبين إني لو ما قمتش ربنا هيشيح بوجهه عني. نعم. فبتديني دفعة إني أنا أقوم. وبعدين يعني مليناش راحة. نعم. مليناش حرية. صحيح. لا مليناش راحة خالص. بالضبط. برضو أذكرك بحديث آخر. تفضل. إن لله عبادا اختصهم بقضاء مصالح الناس. نعم. يهرع الناس إليهم عند قضاء مصالحهم. أولئك هم الآملون من عذاب الله. نعم. يوم القيامة. صحيح. تكملت الحديث ومشايخنا مش بيقولوه طبعا. نعم. ما لم يملوا. نعم. فإذا ملوا مال الله عنه. نعم. وحتى مولانا فكرنا حضرتك بالكلمتين دولي حينما نظم ذلك الشاعر حين قال: الناس بالناس ما دام الوفاء بهم. نعم. والعسر واليسر أوقات وساعات. وأكرم الناس بين الورى رجل. عفوا. رجل تقضى على يديه للناس حاجاته. دي طبعا حاجة كبيرة جدا. ما شاء الله. دي حاجة كبيرة احنا جدا. احنا مشينا زي قلت شعر انت. نعم. اقول لك شعر انا كبير. يقول الشاعر: بيتنا ملك لمن زاره. نعم. نحن سواء فيه والطارق. نعم. وكل ما فيه حلال له إلا الذي حرمه الخالق. الله. وبيت الثاني برضو. نعم. يعني وضاحك ضيفي وضاحك ضيف. شوف العربي يا أخي. حين ينزل رحله. نعم. وأوسعه البشرة ولا أتوحر. الله. بس جاء في البيت الثاني دي. فوت شوي. ولو أن لحمي طيب لشويته. ليرحل ضيفي شاكرا حين يصدر. الله الله. نعم. مبالغة جميلة. نعم. هم العرب كانوا دائما يعني حب. نعم. يعني في شعرهم كده هم طبعا كانوا أساس. وأحلى الله. الشعر أكذبه زي ما بيقولوا طبعا. علشان جمالك هو أصل الحكاية، الحكاية فيها شونت. شونت مملكة من الجمال والأناقة. شونت قمة الذوق الرفيع. شونت أحدث خطوط الموضة. شونت كل التفاصيل في جمال التفصيل. شونت بهجة وتوهج في الألوانات. شونت حريمي رجالي أطفال. شونت صيحة عالمية في عالم الملابس الجاهزة. شونت آخر صيحات الموضة في عالم الجينز. شونت كل المقاسات لكل الأعمار. شونت لينا مود أناقة في الموديلات شياكة في الألوانات. شونت صيحة لعام 2020. شونت جملة وقطاعي. شونت من المصنع للمستهلك مباشرة من غير وسيط. شونت كل الجاذبية والثقة للهدوم. شونت كل الجاذبية والثقة للهوم وير. شونت القمة وراء هذا. فضيلة الشيخ. نعم. إن في التصوف غذاء للنفس والروح ترتقي به قلوب الذاكرين. كلمني فضيلتك عن التصوف من وجهة نظركم. وجهة نظرنا التصوف أدب للنفس. نعم. مش غذاء للنفس. أدب للنفس. نعم. وغذاء للروح. نعم. لكن التصوف هو الإسلام ولا غيره؟ الإسلام طبعا. فإذا كان التصوف من الإسلام لا حاجة للنبي. وإذا نعم. كان غير الإسلام. نعم. نبحث ونقول. الله. صح الكلام. صحيح. أصل الناس بتخلط. أنا أقتبس من علم حضرتك. بتخلط الناس بين التصوف وبين الإسلام. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد فجاءه رجل عليه أثار السفر ووضع ركبتيه إلى ركبتيه. نعم. وقال له: يا محمد إني أسألك ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ الله. فقال له: الإسلام كل ما يتعلق بالأمور الشكلية. نعم. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ما الإيمان؟ تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره. نعم. جاء السؤال اللي خاص بالتصوف: ما الإحسان؟ قال له: أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإنه يراه. الله. نوقف هنا. نعم. كأنك تراه
أيوة. لو أنا صليت ورا الإمام صلاة المغرب وجرى الإمام في الركعة الأولى فتحة وسورة والثانية فتحة وسورة وبعدين صليت ورا تمام وسلم، لكن أنا سألني واحد إيه قرأ في الركعة الأولى السورة اللي قراها، أقول له ما عرفش. إيه قرأ طيب كذا، أقول له ما عرفش. صلاتي صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. صحيح. حكم الشرع صحيحة. صحيحة. بحكم التصوف بيقول ده. ليه؟ طيب ليه يا عمي؟ بالظبط. قال والله أنت لما تاجي تصلي بتعمل يدك كده حركات وكده وتدي إقرار وتغيب خشوع. نعم. وتقول السلام عليكم السلام عليكم. نعم. قال الحاجات دي لو ما كنتش المصلي مستعد ليها صلاتك باطلة. ليه؟ قال انت لما تعمل كده يكبر رميت الدنيا خلفي. نعم. كده دخلت في حضرة الله. نعم. ما دام دخلت في حضرة الله وقلت الله أكبر يقبل ليس هناك كبير. نعم. يقبل أنا مش ها خلاص مش هشغل حد ابدا مع الله اغيب. قال اي واحد غيب كيف الكلام ده؟ قال امرأة العزيز لما حبت سيدنا نعم يوسف. سيدنا يوسف عليه السلام كانت تموت فيه قوي لغايه ما جابت الجلاد وقال تضربه. نعم. 60 جلده كل يوم. نعم. فالجلاد ما جلدهوش فرحت له قالت له جلدته؟ قال هاي. وقالت له كذاب لأنك لو جلدته لأحسست بإيلام الجلد في قلبك. الله الله الحب يا سيدي الله. نعم ما لقد شرفها حبا مستمع قال الله سبحانه وتعالى. نعم. في جماعة بيصلوا وبين الليلة أنت عارف يعني طبعا. نعم. كان يحب حتى كلاب ليلى. صحيح. ففي مرة من كان يحب الكلاب وبوسه وقول دي عيني هذا الكلب يشبه عين الكلب كان يمشي في حي ليلى. الله. ها. نعم صحيح. وبعدين مرة كان ماشي ورا كلب برضو لغاية ما وصل لغاية بيت ليلى في جماعة بيصلوا لما رجع الجماعة اللي بيصلوا قالوا له ما جيت صليت معنا ليه؟ قال والله أنا كنت مشغولا بكلب ليلى ولو أنتم انشغلتم بربكم في صلاتكم كان شغالي أنا بكلب ليلى لما رأيتموني. نعم صحيح. خلاص. نعم. إذا امرأة العزيز دي عملت تجربة بتوريهم أن الحب يعني يقوم مقام البنج. بالضبط. فأدتهم مش عارف سكاكين ولا إيه وجبت لهم تفاح وبعدين طلعت لهم سيدنا يوسف قطعنا أيديهن. نعم. الله. قطعوا أيديهن كيف؟ ما حسوش قالوا لا. مين بنجهم؟ جمال يوسف. جمال يوسف عليه السلام قال لك بجمال الشكل ده بنجه. طب امال جمال ربنا لما تدخل في حضرته الله ما تتبنجش ليه؟ الله ويسمحك من تتبنج. نعم. ولذلك كان احد الصالحين يقول اذا دخلت الصلاه كان عاوزين يقطعوا اصبعه فاقطعوا اذا دخلت مع حبيبي فاقطعوا اصبعي. نعم. وقطعوه فعلا ولم يشعر. ولم يشعر. لان فقد الاحساس. نعم. ومن هنا بيقولوا كلنا نبدا صلاتنا بكذب. الله اكبر في كبير كثير في قلوبنا احنا. فاذا وده تصديقا للحديث. نعم. اذا صلى المصلي وتم صلاته. نعم. وركوعه وخشوعه خرجت الى ربها وقالت حفظك الله كما حفظتني. الله. اما اذا لم يكمل الركوع ولا الخشوع ولا السجود تخرج إلى ربها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني ثم يضرب بها وجه صاحبها بخرقة سوداء أو كور سوداء وجه صاحبها يضرب بها وجه صاحبها. ده الفرق بين أنت بتقول النفس. وأول حاجة عندنا احنا إن النفس لأمارة بالسوء. خلاص. يبقى هو أول حاجة بيعملها ما يمشيش ورا نفسه يمشيش ورا النفس. حاجة تانية إن في عبادته
لازم يلاحظ كأنك تراه، فإن لم تكن تراه طيب سهلة الحكاية دي. جو انت لما تكون ماشية بالعربية ويقول لك والله على الطريق مراقبة بالرادار، شفت الرادار ده؟ اه بيعمل حسابه جنب الطريق خايف. ما شفتوش، لكن بمشي على اساس انا عارف لو عديت السرعه في اللي هيمسكني. بالظبط. يبقى انا ماشي وانا معيش في نفسي المراقبه. نعم. المراقبه. لو جربنا المراقبه دي، وده طبعا يعني مش ممكنه في كثير من الناس. نعم. ومن هنا النفوس او الارواح بتبقى قريبة، عارف الارواح مع بعضها بيبقى قريب. صحيح. ومن هنا بيقولوا لك اني كذا كذا كذا، دي ارواح بتطلع فوق في العالم الاول اللي هو في اللوح محفوظ، ويطلعوا ويخبروا. هم مش بيخبروا بالغيب، لان محدش يعلم الغيب ابدا، حتى النبي كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. نعم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. نعم. الا من رضى من رسول، ما قالش من شيخ. نعم. رسول. فالمشايخ اللي تدعي العلم تدعي كذا كذبي. نعم. اللي يدعوا ان هو يعني يكشفك ويعرفك من اول ما تدخل، لا ده كلام ويقول لك مش عارف ايه، دول دجالين بيستعملوا الجن يعني على طريق القرين. على طريق القرين. نعم. وكل واحد قيض له شيطانا فهو له قرين. نعم. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. نعم. هو ابن ستين. أنا قلت له اشتعى. آه. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين. نعم. بل ستك. فإحنا لو حبينا نبقوا كويسين نحاول قدر الإمكان نخلي بالنا من الرادار اللي فوق. نعم. قدر الإمكان. نعم. وأنا قلت لك ممكن يعني حضرتك أنت لما تكون كروي وفيه ماتش بين الاهلي والزمالك وانت اهلا ومش عارف الكوره الجايه هتدخل فين، عندي تاجي تكلمك بتعرف تقول لها صحيح يا سيد بنكلمك، قول لها ما كنتش معاك. صحيح. جوارحهم على المشغول بيه. يعني كلك جوارحهم على المشغول كلك كده. بالظبط. هي كلها ربع ساعه. نعم. ممكن احنا نخلي كل او نص او بعض. نعم. ده بعض الناس بيقول الشقه بتاعتي قاعد تحسب في الديكور بتاعها، ما عرفتش لما دخلت اصلي اتحسب الديكور كويس. طب انت بتصلي ولا تحسب الديكور يا عم الشيخ؟ صحيح. صلاه ايه دي؟ يدفعنا الكلام او يجرنا هذا الكلام، ما رايك في الطرق الصوفيه؟ نعم. الطرق الصوفيه الان. نعم. انا في مبدا هو التقوى تفيد صاحبها. طيب ناجي نشوف سيدنا موسى النبي عليه وعلى نبي راح تتلمز على مين؟ على سيدنا الخضر عليه السلام. عليه وعلى نبي. طب انت نبي هتتلمز عند الخضر؟ قال ايوه. قال له تعلمني مما علمت. الله. يبقى عنده علم اكثر من سيدنا موسى. راح له سيدنا موسى علمه بس قال رشدا. الله. مرشدا. نعم. حلل كلمة مرشد أو حل الكلمة مرشد مولانا. نعم. المرشد هو الذي يفهم كل ما هو متصل بإرشاد مزالق النفس ومناجيها، زي مرشد الباخرة في بورسعيد. نعم. عارف الغمط فين وعارف الضرر وين، ده اسمه مرشد. الله. خلاص. الله. فالمرشد فالشيخ الطريق يجب أن يكون عالما مرشدا. الله. خبر كل شيء حتى يصلح لقيادة اللي معاه. نعم. لأن شغلته هيقود أرواح مش هيقود أجسام. نعم صحيح. خد بالك سيادتك. تروح لمين؟ سيدنا يوسف. نعم. قال اجعلني على خزائن الأرض. الله. ليه يا أبوي؟ قال إني حفيظ عالم حفيظ عليم. نعم. أمين في صفة الأمانة. نعم. وعارف شغلي وحافظ. نعم. إذن احنا مشايخ الطرق الناس بركة وناخد منه بالبركات، لكن يعني لابد تكون فيه صفات. وقبل كده بنقول ان احد المشايخ
لما اعتقد الامام الشافعي او مين، قال والله ان فلانا رجل صالح نتشفع به عند الله يوم القيامه، ولكن لا ناخذ عنه الحديث. نعم. ليه؟ كان رجل طيب. يقول له قال صلى الله عليه وسلم اكل الهريسه يقوي الظهر، يقول صلى الله عليه وسلم وكتب. نعم. بزيتك. يبقى اذا احنا عاوزين مشايخ طرق، الناس اللي درسوا العلم والدين ثم جربوا وطبقوا كل ما علموا، لان العلم فرامل قويه، سيرفه ويده ورجله كلها. نعم. العلم. نعم. من الجهل. نعم. صح يكون جاهل عالما. نعم. يكون جاهل صالح، لكنه لا يكون عالم. فضلتك، وليه دايما السلفي ما بيحبش الشخص الصوفي، والصوفي برضه ما بيحبش الشخص السلفي؟ احنا دايما دايما كده لما بنتكلم مع شخص سلفي بنتكلم مع صوفي بنلاقي ان والله انا مش متجمعين مع بعض ابدا. لا 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 السبب. لا انا احنا ما نكرهوش حد. نعم. انما نكره اللي قل ادبه على النبي، قل ادبه على الدين. نعم. واحنا دارسين الدين. نعم. واللي بيقول كده بيبقى احيانا له مصلحه، يا اما يا اما يا اما يا اما. نعم. لكن احنا ما لناش مصلحه مع حد خالص. نعم. نعم. ابدا. فهم بيكونوا لهم رؤيتهم اللي هم تربوا عليها، بس نحمد الله على انهم هم يعني بينضوا تحت ال نعم. تحت القيادة وخلاص. فضيلة الشيخ، هناك الكثير من الاختلاف، هناك الكثير من الاختلاف على الأضرحة وما يعرف بالموالد ما بين مؤيد ومعارض. فضيلة الشيخ محمد يقف في أي صف؟ هنعرف الإجابة معكم بعد الفاصل. استنونا ما تروحش. معانا الحاج عبد الله الشيخ، شخص مهم جدا في ساحه آل الطيب. اهلا بحضرتك يا حاج عبد الله. اهلا وسهلا. مرحبا يا فندم. اهلا وسهلا. كنت عايز اسال حضرتك سؤال. نعم. شيخ عبد الله، لو سمحت عايز حضرتك تكلمني عن ساحه آل الطيب. ساحه الشيخ الطيب دي موروثه من زمان، من ايام جدهم الشيخ الطيب الكبير وفضيله الشيخ محمد الطيب اللي هو والد الشيخ والد فضيله الامام. كل همهم إطعام الطعام للناس في الساحة وقضاء حوائج الناس. إحنا عندنا قضايا الصقر هنا في الساحة، بتحل قضايا الصقر بين العائلات، وعندنا حضرتك المشاكل انت عارفة طبعا طابع الصعيد هنا أغلبه مشاكل وبتاع. فإحنا بيجوا والشيخ مشكل لجان معينة لحل هذه المشاكل. يعني عندنا 5-6 لجان من مختلف القرى داخل محافظة الأقصر. كل محافظة، كل قرية لها عمد ولها ناس مسؤولين بيتابعوا مع الشيخ لحلول المشاكل دي. والمشاكل دي اللي هي الصق، قضايا الزواج، قضايا الطلاق، الأسر مع بعضها، الابن مع أبوه، والشيخ عمل لها نظام معين في الحاجات دي. فإحنا بنستقبل الحالات دي يوميا نستقبل هذه الحالات. ومكلف الشيخ ابنه الشيخ أحمد الطيب، ابن الشيخ محمد، الشيخ أحمد مكلفه لحل المشاكل دي، والبشمهندس أسامة ابن الشيخ محمد برضي مكلفه لحل المشاكل ده جزء وده جزء كله، والشيخ ومجندين الساحة كلها، وأنا من ضمنهم الخدام اللي قاعد هنا. بس أنا يعني من زمان، أنا لي 48 سنة في ساحة الشيخ الطيب. نعم. ويعني كل همنا أن احنا نحل مشاكل الناس وقضايا الناس وإعانات اللي أنت بحضرتك ذكرتها قبل كده، اللي هو الأيتام والفقراء لهم إعانات شهرية بياخذوها من هنا، بالإضافة لأنه فضيلة الإمام الأكبر عمل حاجة اسمها هنا بيت الزكاة والصدقات المصري. نعم. ده خاص بمساعدة الكل، ما فيش مثلا يعني احنا عندنا مشاكل كثيرة، مثلا إعانات كثيرة للأخوة المسيحيين، فيش حاجة اسمها مسيح ومسلم. الحالة بتيجي ما بنسألش عن، احنا مش زي سجل المدن. لا 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 لا، فيش حاجة عندنا بالكلام ده. احنا بنسأل على الحالة ونشوفها، وبنبعت مندوب من بيت الزكاة يروح يعين الحالة على الطبيعة ويبص فيها ويشوفها وتستحق، هل هي محتاجة أو مستحقة أم لا، ومستحقة إيه. نعم. يعني اللي مستحق مباني بنبني له. نعم. سقف بنسقف له، إعانة شهرية بندي له الإعانة الشهرية برضه. نعم. عايزة ثلاجة، عايزة غسالة، عايزة بوتجاز، كله ده بنوفره لهم يعني. جهاز العروسين. آه. نعم.
طيب أنا كنت عايز أسأل حضرتك برضو، هل زائري الساحة يوم الجمعة بيكونوا من أهالي الأقصر والأماكن القريبة فقط ولا المحافظة التانية؟ لا لا لا، في من أسوان، وفي أحيانا من اسكندرية ومن الشرقية ومن المنيا ومن سوهاج وأسيوط، كل المحافظات يعني يوم الجمعة. يعني الزوار مش مقتصرين على أهالي الأقصر؟ لا 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 لا، ده أهالي الأقصر أقل الناس بيكونوا قاعدين. أها سوريين أهم بجايين، يعني في بعض الأخوة السوريين برضه عاملين لهم نظام، الأخت الموجودة دي بناخد منها صورة الباسبور وبنديها إعانة شهرية، دي عندي أنا الفلوس يعني، الأخت السورية دي واحدة من ضمنهم يعني اللي هي واقفة دي كده. فما إحنا كل عندنا كده ياخد ما دامت محتاج ما نتأخرش معاه. والبركة فضيلة الإمام عمل لهم حاجة اسمها بيت الزكاة خاص لمساعدة الفقراء معين في خمسة، يبحثوا الحالات ويشوفوها ويبعثوها القاهرة وتاجي الاستحقاقات ونتصل بها نقول له تعال أنت ليك كل شهر كده كده إعانة حسب ظروفها، في بتاخد 1000 كل شهر، في بتاخد 800، في بتاخد 500، الحد الادنى 500 حسب احتياجها. نعم. ده بالاضافه اللي انا ذكرت لحضرتك قبل كده من المباني و و وخلافه يعني. يوم الجمعه يوم مختلف هنا في الساحه، اشمعنى يوم الجمعه اللي بيكون مختلف عن كل ايام الاسبوع؟ هو حضرتك احنا طوال الاسبوع عندنا مشاكل كثيره، عندنا مساعده الايتام والفقراء والارامل والمطلقات وعانات الزواج، ده خلال الاسبوع كله، بس يوم الجمعه الناس أغلبها بتكون الموظفين بيجيبوا أسرهم وياجوا يستباركوا ببيت الشيخ الطيب. وإحنا بنشيلهم فوق رأسنا من فوق، ويعني يتناولوا وجبة الغداء كده على سبيل البركة، منهم ناس بشوات وعمد مش محتاجين إنهم يعني، لكن بيأكلوا بركة ببيت الشيخ الطيب. فبينتهزوا فرصة الجمعة عشان أجازة الأسبوع. متشكرة جدا للقاء حضرتك، ألف شكر. شكرا. وإحنا متشكرين وأسعدتونا بزيارتك. ليرا أهلا بيكي في مصر بلدك الثانية، حضرتك سورية مش كده؟ اهلا بيكي، بارك الله فيكي. عاوز اسالك انت جايه هنا ليه؟ بتعملي ايه بالظبط؟ نجي مساعدات كل شهر عشان ندفع اجاراتنا، نساعد السوريين كلهم. نعم. طيب ايه رايك، كان ايه الاستقبال هنا؟ كان ايه اللي حصل معاكي؟ كله كويس الحمد لله، بارك الله فيهم يا رب. تمام. ده بلدنا الثاني. بالظبط، مصر بلدك الثاني. الله يخليك، الله يبارك. لكن هنا الشيخ والساحه كلهم استقبلوكي وعملوا لك، ادالوا كل طلباتك؟ الحمد لله. طيب تمام. شكرا. شكرا ليك، الله يخليك، الله يبارك فيكم يا رب. اسمك ايه؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن، انت من الاقصر هنا ولا من مركز بوص؟ مركز بوص. عبد الرحمن، انت بتيجي هنا على طول؟ ايوه. طب انت كلمني بقى عن الساحه، انت تعرف ايه عن الساحه؟ جميلة، وبنجي نصلي الجمعة ونجي نسلم على المشايخ الكبار، وبنستفيد منهم يعني وبنتعلم حاجات كثيرة. تمام، برافو عليك. انت عندك كم سنة؟ 14. بتيجي هنا دايما ولا يوم الجمعة بس ولا اي يوم عادي؟ لا، بنجي الجمعة ونتفسح بعدين بعد ما نصلي ونمشي. ايش، شكرا. شكرا يا عبد الرحمن. اولا هذا السؤال، هل زيارة القبور من الإسلام أو يرضى عنها الإسلام أم لا؟ الذين يقولون القبور لا تزار يعتمد على أحاديث، وده كان العرب لما يموت حد منهم كان يقدسوه، يكاد التقديس يصل إلى مرحلة العبادة. فالنبي في صدر الإسلام لما شاف كده نهاهم عن زيارة القبور. ثم لما استقر الإسلام قال لهم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها. خلاص؟ لا. طيب الجماعة اللي بيقولوا برضو واتخذوا قبورهم مساجد، لا. أولا اللي بيصلي ده، أنا بقول له أنت بتصلي ربنا ولا لده؟ يقول لك ربنا. نعم. تمام؟ إذا عقيدته سليمة. نعم. بدليل إن هو بيقول لك أنا بصلي ربنا مش لده. نعم. ده ما ينفعنيش. ولو كانت الصلاة في المساجد اللي فيها أضرع حرام لبطلت الصلاة في الحرم المدني. نعم. صح الكلام ده؟ مظبوط. طيب. الحاجة الثانية، الأصل في الأشياء الحل ما لم يرد نص يحرم. لا يوجد نص يحرم أني أنا أصلي في الجامع وأصلي في الأضرحة بس بعيدا من الميت، أتجه على القبلة، ما أتجهش على الميت.
وده أنا مش بصلي للبيت ولا حاجة زي كده. فأنا بروح على السيدة زينب وجدتنا السيدة نفيسة، وبقول من زاق عرف. صحيح. بس زيارة القبور قد يكون فيها حظة، وفيها قرب من الله. وفي كثير من الصحابة كان عندما يدفن أو يدفن ميت كانوا يرجعوا ويجدوا نفس الشخص اللي راح معاهم مات من 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 الفكر والخشوع. أما كده واخد بال سيادتك، فلا مشكلة في أن أنا أزور، بس شرط اللي زوره لا يلطم خدود ولا يتكلم بكلام ولا يدوس على القبور. نعم. أجلس أحدكم على جمرة خير من أن أجلس على قبر. أنا فهم من كلام فضيلتك أن زيارة الأضرحة زي زيارة القبور بس برضو بشروط معينة. كل سيادة. نعرف من حد بشروط. أنا بزور. أي مسلم لما يدخل. أنا بزور. أنا بلتزم بيها. أنا بزور الضريح ليه؟ نعم. أنا أعلم تمام أني سيدنا محمد لا ينفع ولا يضر. على سبيل الله. في لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر. نعم. فهل يملك للآخرين من لا يملك لنفسي نفعا ولا ضر؟ نعم. لا طبعا. نعم. طيب بتروح ليه؟ أنا بأروح شايف إن سيدنا الحسين ده راجل ضحى في سبيل الدين. نعم. ضحى بروحه وأهله وحريمه وأولاده في سبيل نصرة الدين. ألا يستحق هذا الرجل إني أنا أروح كده وأقول له شكرا وأنا مسلم من الناس مسلمين دول؟ صح ولا لا؟ مش برضو أتذكر رأيي لفضيلة الإمام الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه في ذات السياق، قال لو يعني سئل نفس سؤال حضرتك كده، قال يعني أنا لو كنت عندي مسألة ما ورأيته في المنام سيدنا الحسين يقول له والله المسألة دي هتتحل بكذا كذا كذا، وتشاء الأقدار تاني يوم أو بعد فترة رأيت اللي أنا شفته قد حقق، هل ده ما منحش أن أنا أروح أزوره؟ قال لا أنا أروح أزوره وأتوسل. روح الشيخ الشعراوي. نعم. روح صافية وكويسة. نعم. وممكن بيلتقي بأرواح الأولياء. بالضبط. بس عجبتني أنا قصة. نعم. كان في الحرم المكي. نعم. وكان الأخوة السعوديين طبعا بدري. نعم. في الأيام دي كانوا يكفروا البصريين بيروحوا للسيد البدوي ويروح مش عارف. بالضبط بالضبط. فالأخ كان بيسمح درس والخطيب أو الإمام بتاع الحرم كان يعني يشتم على المصريين اللي هم بيروحوا للسيد البدوي وده كفر وده مش عارف إيه. فالراجل ده عكيش زي حالتنا كده، في معاه مصحف مجلد. نعم. بجلد. قال له ممكن يا مولانا تقبل هذا المصحف؟ قبلوا على الجلد كده حطوا فوق راسه، اداله الجزمة قال له خذ كمان بوس دي. قال له ايه ده؟ قال له ليه؟ هذا جلد وذاك جلد. الله. الجلد الاولاني وده جلد. قال له لا، جلد الاولاني يحفظ كلام الله. نعم. اما هذا قال له كذلك الأضرحة بتحفظ الناس اللي فيها، الناس اللي هم يعتبروا قيادة لينا. نعم. قدموا أرواحهم وبذلوا. نعم. نفوسهم. نعم. فعن نحتفل بيهم. نعم. أنت لو جبت لي أبانوس وجبت لي خشب إيه بقبلوش، مليش صالح بيه. نعم. لكن أنا بقبل الرمز اللي موجود. نعم. وطبعا كثير من الناس بتحترم الرموز، حتى قالوا إن هناك حافر من حمار سيدنا عيسى. نعم. حطوه مش عارف في إيه وإيه وفي قزاز، فبيروحوا يقدس هذا وينظروا إليه من بعيد كده ويقدسوه. نعم. فإحنا سيدنا الحسين سيدنا زينب أسرت. نعم. وتبهدلت وهكذا. نعم. الناس دي لازم نحترمها. نعم. سكينة العلم نفيسة العلم. نعم. دول ناس كانوا يعني رموز لينا. نعم. ما إذا كنا دول ما مش هنخليهم رموز. صحيح. هنعمل إيه؟ نعم. هنخلي مين رأيك يعني؟ حفظ الله الجيش وحفظ الله مصر وحفظ الله رئيس مصر على نعمة الأمن والأمان. وفي نهاية هذا الحوار نتقدم بالشكر إلى فضيلة الشيخ محمد الطيب
على هذا الحوار الممتع الجميل الرائع واستضافته لنا، شكرا جزيلا له. على أمل أن نلقاكم بمشيئة الله في لقاء مقبل مقدما بإذن الله مع زميلتي ولاء ثروت، وكنت معكم ممدوح النجم.